بتشوف ازاي بقى الماتش النهارده؟ بشوف النهارده طبعا مباراه صعبه جدا للنادي الاهلي، لان الانطلاقه دايما بتكون صعبه. يزيدها صعوبه ان الاهلي يعني قادم من تحقيق انجاز في الغالب، ودائما ما يحدث بعده بعض او قليل من التراجع. ده اللي عهدناه على الاهلي منذ ايام مانويل جوزيه، حينما يحقق انجاز في كاس العالم بيكون في اجهاد وتعب وتتالي مباريات، والمره دي الموضوع متزايد لان لاعبي الاهلي او الأعمدة الرئيسية في نادي الأهلي كانت قادمة من أمم أفريقيا، فبالتالي حالة الإرهاق أكبر وحالة الإرهاق أشد. كل هذه العوامل تجعل المباراة صعبة جدا. أيضا أنت تلعب أمام ند قوي جدا، ند في كل مبارياته مع الأندية المصرية تكون الأمور صعبة بسبب منافسة دايما ما بين الأندية السودانية ومع الأهلي ومع الزمالك بشكل خاص، فبالتالي المباراة هتكون صعبة. كمان تزداد صعوبة إن الهلال السوداني متغير عن النسخ الماضيه، فريق تطور، عناصر جديده دخلت في المنظومه، شكل خطط جديد، قدم مباراه قويه جدا جدا في انطلاقه البطوله امام سان داونز في جنوب افريقيا، احرق سان داونز بشكل كبير جدا.